مخلي ما غردي نشوف عاد نهضر معاكم. مرحبا بكم مره اخرى في قناتي ديالي. اليوم ان شاء الله الفيديو غادي يكون فلوغ، غادي دوز معايا نهاري كامل من الصباح حتى الليل، ما بين الخدمه ما بين الدار ما بين بزاف ديال الحوايج. اول حاجه كنديرها اكيد كيف ما شفتوا هي كنغسل وجهي. كنحاول انني دائما نغسل وجهي، بعد مرات كنعجز انني نغسل وجهي، ولكن مؤخرا وليت كنغسلو كل نهار تقريبا. غادي يسولوني على جينيطوايون كنغسلو بهذا ديال ناريمان. دونك فوالا هذا هو الغسل اللي كنغسل به وجهي كل نهار. صراحه كينظف البشره مزيان بزاف، كيتكون من البابونج وزيت الخزامه والفيتامين او. واللي غادي تلاحظوا في وجهكم اللي غادي تبقاو تستعملوه هو انه ما كينشفش الوجه، بالعكس كيزيد يرطبو، وعاد هو راه مقشر يومي، يعني فيه واحد الحبيبات الى لاحظتوا هنايا تقدروا تستعملوه كمقشر يومي ديال كل نهار، ما غاديش ياثر على البشره ديالكم. صافي من بعد ما كنغسل وجهي كنحاول نشفو شويه. من بعد كندير هذا المورد هذا حتى هو من عندنا ناريمان، حتى هو ما كتحسوش به كينشف لكم الوجه ديالكم، وكذلك يحيد لنا الزيوت والاوساخ اللي كتكون متراكمه في البشره ديالنا. وصافي من بعد مؤخرا وليت كنستعمل هاد الكريم هذا ديال لاوش بوزي. فوالا هو هذا كنصيفطوه ليا مؤخرا مع واحد البوكس، وصراحه عجبني بزاف. زعما ما بالنسبه للكريمات انا ما كنلاحظش فيهم واحد الفرق، كنحس بهم كيديروا الخدمه ديالهم كترطيب وصافي. Layers, it's time to lose these naysayers. We're better off, the air will be richer, and everything so much easier. We don't need to work so hard, we don't need to act strong. خاصني ناخذ هاد البلانر او المذكره ديالي. صراحه الا ما كتبتش انا الحوايج اللي كنكون كنفكر فيهم الكاميرا طيح. الا ما كتبتش اي حاجه كنتلف، ما كنبقاش منظمه، ما كنبقاش مركزه نهائيا. دونك اليوم ان شاء الله عندي واحد الميتين في المدينه، دونك غادي نتسنى حسام حتى يخرج من الخدمه. حسام يلاه مشى للخدمه دابا، دونك غادي نتسنى حتى يخرج من الخدمة عاد غادي نمشيو له بجوج باش يعاوني في التصوير، لحقاش مازال ما لقيتش شي واحد اللي بقى يعاوني في التصوير. دايما كنبقى نقلب على شي فوتوغراف تكون بنت اللي بحال كنبقى نخدم انا وياها دايما، يعني فما نحتاج شي واحد اللي يصورني على برا نبقى نتصل بها. دونك صافي هادشي اللي كاين، خاصني نصور واحد الفيديو. واليوم السبت ما عنديش، يعني الويكاند ما عنديش لي كولي اللي نجمع للناس. دونك صافي غادي نكمل التوجات ديال واحد الفيديو كنت خدمت عليه البارح، غادي نكملو اليوم. عندي واحد المونتاج غادي نساليه وصافي. موجود تقلب على برا بقات الشميشه، عليها غادي ندير هاد السيروم بلاتي. فوالا غادي ندير هاد السيروم هذا من عند ناريمان كوسميتيكس ديال زيت الارغان. اللي كيعجبني في هاد السيروم هو انه نقدر نديرو تحت عيني، لحقاش هو اصلا كيحارب الهالات السوداء، دونك ما كنخافش انني نديرو تحت عيني. عاد كيعجبني بزاف نديرو تحت الفوندوتا، ما كيخليش داك الفوندوتا ينشف. درت شي تخريبات هنايا الفوق، وهادي هي اللبسه. من بعد نوريها لكم. دابا غادي ندير لي زاكسيسوار، لحقاش غادي نصورو او الان غادي نصور واحد الفيديو اللي غادي نحطوه في انستغرام.
دونك خاصنا ضروري نبانو زوينين. غادي ندير هاد ندير راس ما عرفتش واش غادي زوينين ولا لا. اي فوالا هادي هي لبسه. لبست هاد جين هادو من شاين اللي قطعتهم غير هاد الصباح هذا. السبرديله حتى هي من شاين فيها هاد الجولد هذا اللي جا مع لافيست او بودي بيض سامبل هاد الفولار وهاد لافيست. غادي تلقاو لي ليان ديالهم في صندوق الوصف. دائما فما تكون عندي شي حاجه كيبداني الرواح مشكله والله الا غادا على ود الخدمه وما مشارجيش الكاميرا ودابا عيني بداو يغرغرو والرواح بدا يشدني. المهم تنوصلوا تما وديك الساعه نهضر معكم. وصلت للدار. بون غادي خديت هادو خديتهم من مرجان كانوا دايرين سولد 180 درهم يمكن فيهم خمسه زوينين بزاف. دونك غادي نرتب هاد السلعه هادي كامله كل حاجه بلاصتها. مؤخرا وليت كنحاول اني نتقدى الشهر كامل يعني ما بقاش غدا جايه غدا جايه الا نحتاج شي حاجه قليله عاد نمشي نجيبها. المهم رانا سخفانه غادي نحاول نرتب هادشي كامل وعاد نطيبوا عشيوه ديالنا ان شاء الله.
العشاء مؤخرا وليت كندير غير في العشاء، وليت كندير غير شي حاجه خفيفه لحقاش، وما كاين بزاف د الحوايج. اول حاجه هو سميتو الوزن، بديت كنزيد بزاف في الوزن والله العظيم والله الا. في الاول كان الوزن ديالي مناسب مع الطول ديالي، لحقاش دابا الناس كيشوفوني في الكاميرا كنبان لهم عامره من وجهي بزاف، ولكن لاطاي ديالي كانت هي هذيك. دابا حاليا عاد وليت كنلاحظ الزياده في حسن كيفاش الزياده في لاطاي ديالي، دونك وليت كنقص ماكسيموم في الماكله عيب. وحاجه اخرى وليت صراحه ملي كنتعشى كنحس براسي ثقيله بزاف وكنتخنق في النعاس، ما كان يقدرش نعس بزاف. دونك درت اليوم واحد تشيكن سالاد ديال سلطه بالدجاج، ومهم كتجي فريمون زوينه بزاف، غير جربوها. انا نكتب لكم المقادير. حسن دقتيها؟ دقتها. ديما تديريها زوينه؟ لا هذيك سالاد سيزار، هذه تشيكن سالاد. ولكن لاصوص اللي فيها بحال الاخرى حاسه هذه زايده فيه شويه د المطاط، شويه د المطاط، شويه د الحموضه والحلاوه، زوينه. حيت اول لغمه كليتها كليت هذا بسم الله لذند، عليها ما ديت ما جبت. كليت مع هذاك سميتو جواعة، جواعة عرفتو. مازال ما حيدت حتى ماكياج ديالي، قبيله صورت واحد الفيديو كان دون غادي نوض نضرب شي تدويشه تكون زوينه بزاف، ونوريكم المنتجات اللي كتستعمل. Take the time to breathe deep underneath this red heat. We could really make. بالنسبة للمنتجات اللي كنستعمل في الحمام، أول حاجة كاين شامبوان ولابخي شامبوان، كيتكونوا من البروتين ديال القمح وخلاصة ديال إكليل الجبل، كيحاربوا بزاف التساقط ديال الشعر، وكذلك كيقووا لنا الجذور. كنستعمل هذا الصابون نوار من عند اورغانيكا، بعض المرات كنستعمل حتى هذا المقشر، بعض المرات كنستعمل حتى هذا الجل هذا ديال الوفيرا. يمكن لكم ديروه لشعركم لوجهكم للجسم ديالكم، عنده بزاف ديال الاستعمالات. اليوم غادي نستعمل هذا الماء المنقي من عند سيمبل باش نحيد به المكياج ديالي. بالنسبه للترطيب اليوم غادي نستعمل هذا المرطب من عند اورغانيكا. بالنسبه للماسك غادي نستعمل هذا من عند داريما كوسموتيكس، ماسك ديال عجينه الغسول بزيت الارغان وماء زهره البرتقال. صراحه زوين بزاف، البنات كنصحكم به، كينعم البشره وكيقضي بشكل نهائي على الرؤوس السوداء وحتى الاثر ديال حب الشباب. يمكن لكم تستعملوه جوج مرات في السيمانه لمده ديال 15 دقيقه. وكذلك بعض المرات كنستعمل حتى هذا الماسك هذا ديال النيله الصحراويه اللي بالعسل والطين الازرق والزيت ديال الرز الطبيعي. ماسك زوين بزاف، ديجا هضرت لكم عليه بزاف ديال المرات، كيساعد على التفتيح ديال البشره والتبييض ديالها، وكيتخلص لينا حتى من الاثار ديال الشمس. يمكن لكم تستعملوه على الوجه ديالكم وكذلك على جميع المناطق اللي كاينه في الجسم، بحال الارداف، بحال الكوع، بحال الرقبه، وكذلك يتخلص حتى من سواد الركب والمفاصل، وكيوحد لينا اللون ديال الجسم ديالنا. نهايه ديال الفلوغ، قبل ما تمشيو عندي لكم واحد المسابقه. كاع المنتجات اللي استعملت في هذا الفيديو هذا ديال ناريمان كوزميتيكس غادي تكون عليهم واحد المسابقه اللي غادي تربحهم وحده منكم. دونك غادي يكون الغسول ديال الوجه، غادي يكون المورد، غادي يكون السيروم، غادي يكونوا جوج ديال لي ماسك، واحد ديال النيله الصحراويه، واحد ديال الغسول، وشنو اخر. غادي يكون كذلك حتى الشامبوان ولا بري شامبوان. دونك كاع المنتجات اللي استعملت في هذا الفيديو غادي تربحوهم ان شاء الله، والشروط راهم ساهلين بزاف، ما عليكم غير تتبعوا ناريمان كوزميتيكس في انستغرام. غادي نخلي لكم لاباج ديالها مكتوبه هنايا باش تدخلوا عند الانستغرام وتتبعوها، وكذلك الا بغيتوا تسهلوا عليكم الماموريه دخلوا لصندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط نيشان ديال الانستغرام ديالها، غير بركوا عليه غادي يطلع لكم انستغرام وديروا لها فولو. السحب ان شاء الله غادي يكون بعد اسبوع من هذا الفيديو هذا.
هذا ملي يتحط هذا الفيديو حسبوا اسبوع الفيديو اللي غادي يتحط من بعد اسبوع غادي يكون فيه السحب. الواحد ولا وحده شاركت يكتب لي انستغرام ديالو لتحت في التعليقات باش هكا منين يربح ندخل نشوف واش دار الشروط او لا. دونك فوالا كان هذا هو الفيديو ديال اليوم. كنتمنى ان هذا النوع هذا من الفيديوهات يكون كيعجبكم. الا عجبكم خليوا لي في التعليق باش نبقى نديرهم لكم دائما ان شاء الله. وصافي نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اولا في فلوج جديد. سلامه.